مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد وبرنامجكم مراسلون في الميدان للتعرف على أبرز الفعاليات والنشاطات في مختلف محافظات الوطن، وفي جولة سريعة مع مراسلين في المحافظات. وفي البداية يسعدنا أن نرحب بالزملاء دانا أبو شمسية من الخان الأحمر، بكر عبد الحق من نابلس، وفؤاد جرادي من غزة، وسلام مشرقي من الناصرة. نبدأ في الفعاليات المتواصلة في منطقة الخان الأحمر في يعني شهرها الخامس. معنا من هناك الزميلة دانا أبو شمسي وأبرز الفعاليات هذا اليوم في منطقة قرية الخان الأحمر الصامدة بوجود المعتصمين والمرابطين هناك إلى جانب الأهالي. دانا تفضلي. يعني في اليوم 28 بعد 100 تستمر الفعاليات الإسنادية في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، حيث تستمر الوفود بالقدوم إلى هذه الخيمة، خيمة التضامن، ضمن وفود رسمية وشخصية. إلا أن في هذه الأوقات يعني الأعداد تكون قليلة نسبيا مقارنة في ساعات متأخرة من الليل، وخاصة وتزامنا مع دعوات هيئة مقام في الجدار والاستيطان إلى المبيت والنفير العام في ساعات متأخرة في الليل لمجابهة أي مبادرة من قوات الاحتلال التي عادة ما تكون متواجدة في هذا المكان وفي هذا الوقت بالتحديد. نتحدث عن وجود مركبات شرطية عادة ما تحوط المكان، إلا أن وبعد قرار تأجيل الهدم قبل أسبوع تقريبا الهدوء هو سيد الموقف هنا. إلا أن أهالي الخان هيئة مقام في الجدار والاستيطان يقولون أننا لا نعول ولا نصدق الإعلام الإسرائيلي، لذلك تستمر هذه الفعاليات الإسنادية. كان هنالك الحديث أيضا عن دعوة اليوم في تمام الساعة الرابعة في وقفة سلمية في بوابة القدس شرق القدس المحتلة في بلدة أبو ديس. يعني في حال أي جديد أو في حال ذهب أهالي الخان والمساندين سنكون معهم في تواصل أيضا الوقوف هناك سلميا، على الرغم من وجودهم أمس هناك واقتم الاعتداء عليهم بقنابل الغاز وأصيب أيضا العشرات منهم، عدا عن الاعتداء على الطواقم الصحفية. لربما هدوء المستوطنين هنا انعكس على العاصمة وبالتحديد في كوبانية أم هارون في منطقة الشيخ جراح. أيضا كان هنالك اقتحام من مستوطنين متطرفين إلى هذا الحي، وقاموا بتعليق لافتات تنظيم بناء وأوامر بناء جديدة لمستوطنات جديدة في ذلك الحي، والاستيلاء على منازل المواطنين هناك الذين يجابهون هذه الحرب الديمغرافية وهذه الحرب التهويدية منذ سنوات وفي أروقة المحاكم الإسرائيلية. نتحدث أيضا عن استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، واقتحامه من قبل عشرات المتطرفين من جهة باب المغاربة وبحراسة شرطية مشددة. شكرا لك دانا، كنت معنا مباشرة من قرية الخان الأحمر التي تتواصل الاعتصام فيها لليوم 128، وهناك غارات ليلية على المحافظات الجنوبية وتحضيرات لانطلاق مسيرات العودة اليوم غد. مباشرة إلى المحافظات الجنوبية مع الزميل فؤاد جرادي، أهلا ومرحبا بك فؤاد. أهلا بك محمد وبالسادة المشاهدين. يعني فؤاد تطلعنا على يعني آخر تطورات الوضع بعد سلسلة الغارات التي شهدتها المحافظات وكذلك التحضيرات الجارية لمسيرات العودة اليوم غدا الجمعة. نعم محمد، يعني مع الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المحاربة المقاتلة بشن عدة غارات، 15 غارة على مناطق متفرقة في محافظتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى أن بيت لاهيا شمال القطاع كان له نصيب من هذا الاعتداء. لم يسفر هذا القصف عن وجود شهداء أو ارتقاء شهداء أو إصابات، ولكن كان هناك بعض الأضرار المادية البسيطة في بعض الأماكن وبعض المنشآت والمنازل المحيطة بالنقاط المستهدفة، بالإضافة طبعا إلى حالة الذعر والخوف التي شكل هذا التصعيد نتيجة يعني الانفجارات الشديدة وتوالي سقوط الصواريخ والاستهدافات، مما أدى إلى حالة من الخوف، بالإضافة إلى هواجس لدى المواطنين بأن ترتفع هذه الحالة وترتفع هذه الوتيرة وتنزلق الأمور إلى المواجهة الأكبر، علما منهم أو ظنا منهم أنه بعد حالة اللا حرب وحالة اللا سلم هذه والتصعيد الذي يتوقف ومن ثم يعود ربما يعني يفضي إلى حالة من المواجهة الشاملة. على أي حال هذا فيما يتعلق بموضوع
تصعيد الأمس. أما إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات لجمعة الغد وهي الجمعة 31 من مسيرة العودة الكبرى والتي سوف تنطلق وتتوجه المواطنين فيها إلى النقاط الخمس، نقاط الاحتكاك الخمس المنتشرة على الشريط الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة. هناك أيضا استعدادات من قبل الطواقم الإعلامية لتغطية هذا الحدث كسابقتها من الجمعة، بالإضافة أيضا إلى الاستعدادات الطبية والتي أقامت بعض النقاط الطبية الميدانية حتى يتسنى لتلك الطواقم الطبية علاج أو معالجة بعض الإصابات التي يمكن معالجتها والتعامل معها ميدانيا. أما الإصابات المعقدة والإصابات المتوسطة يتم نقلها إلى مشافي القطاع المنتشرة. هذا كل شيء حتى اللحظة محمد. شكرا جزيلا لك زميل فؤاد جرادي. وقبل أن ننتقل إلى محافظة نابلس نرحب بانضمام الزميل هاني فنون إلينا من بيت لحم، ومباشرة نذهب إلى الزميل بكر عبد الحق في محافظة نابلس التي شهدت اقتحامات واعتقالات إلى جانب الفعاليات التي قام بها وفد من المحافظة بتقديم التهاني للطائفة السامرية بعيد الفصح. بكر، تطلعنا على تفاصيل ما جرى في نابلس وكذلك التهاني التي قدمت للطائفة السامرية بعيد الفصح، تفضل. تحية طيبة لك محمد وللسادة المشاهدين. نعم، سأبدأ من أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها مدينة نابلس صباح هذا اليوم، إذ اقتحمت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم أحياء المدينة ودهمت عددا من المنازل، وتركزت هذه الاقتحامات في حي رفيديا وكذلك الأمر في خلة العمود ومنطقة رأس العين وأيضا في شارع القدس ومحيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر الجديد. ودهمت هذه القوات المنازل وفتشتها واعتقلت عددا من الشبان، واندلعت مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الصباح الباكر، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل الدموع. أسفت هذه الاقتحامات عن اعتقال خمسة شبان هم مروان القرعاوي ومجاهد طبنجة ومعتصم الرفاعي وكريم المصري ومهدي حبرون. هذا على صعيد اقتحامات الاحتلالية. أما على صعيد التطورات الميدانية، هذا اليوم أجرت قوات الاحتلال تدريبات عسكرية على أراضي إسكان الأفق شمال غرب مدينة نابلس. قوات الاحتلال دفعت الليلة الماضية بمئات الجنود وعشرات الآليات باتجاه هذا الإسكان قيد الإنشاء، ومكثوا في هذا الإسكان طوال الليل، وهناك قاموا بإجراء عديد التدريبات العسكرية داخل منازل المواطنين التي هي قيد الإنشاء، واستمرت هذه التدريبات حتى ساعات الصباح الباكر، وانسحبت قبل قليل قوات الاحتلال بعد أن أقامت خيام في ذلك الموقع ومارست تدريباتها داخل هذه المنازل. على صعيد الفعاليات في محافظة نابلس، تقام هنا في جامعة النجاح الوطنية ندوة سياسية حول صفقة القرن وقانون القومية العنصري. هذه الندوة تنظمها وزارة الإعلام في محافظة نابلس بحضور النائب العربي جمال زحالقة ومحافظ نابلس اللواء أكرم رجوب، ويتم في هذه المحاضرة طرح أبعاد قانون القومية العنصري وتماهيه وتكامله مع مساعي الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى صفقة القرن. أخيرا، يتوجه اليوم وفد من محافظة نابلس إلى الطائفة السامرية لتهنئتهم بعيد العرس. سينطلق هذا الوفد في تمام الساعة 12:30 أي بعد قليل، وستكون هذا الوفد من محافظ نابلس وممثلي الفعاليات والقوى الوطنية في المدينة، حيث سيقدمون التهاني للأخوة في الطائفة السامرية بمناسبة عيد العرش. تفضل محمد. كل التهاني والتبريكات للطائفة السامرية بمناسبة عيد العرش. شكرا جزيلا لك زميل بكر عبد الحق. وكما هو الحال في محافظة نابلس، أيضا بيت لحم تتعرض لتضييق الخناق من قبل الاحتلال وعمليات الاعتقال المتواصلة وأيضا الإصابات التي تقع في صفوف المواطنين. يطلعنا ويجمل كل ذلك لنا الزميل هاني فنون وأي تطورات أخرى. هاني، أهلا بك معنا من محافظة بيت لحم. أهلا بك محمد وبجميع مشاهدي برنامج مراسلون في الميدان. بطبيعة الحال المشهد في بيت لحم، حيث أنا أتواجد الآن في بلدة تقوع إلى الجنوب الشرقي لبيت لحم. هذا الشارع الاستيطاني الذي أتحدث عنه الآن، مضايقات احتلالية كبيرة تمس المواطنين كما تشاهد المشهد. طلبة المدارس هنا لا يستطيعون الانتقال من هذا الجانب إلى الجانب الآخر إلا بوجود مدرسين ومساعدين لهم من المواطنين. جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية هنا هذا الشارع للمستوطنين لكي يستخدموا هذا الشارع على حساب حرية وحركة تنقل المواطنين في الآونة الأخيرة. قبل أيام وضع أسلاكا شائكة في هذا المكان حتى يمنع مرور الطلبة إلى الجهة الأخرى. نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة خربة الدير في الواقع شمال بلدة اتقوع، هي منطقة
تتعرض يعني إلى انتهاكات من قبل الاحتلال. هذا الشارع يعتبر يعني خط التماس ويؤرق حياة المواطنين. هنا مدارس متواجدة في هذا الحي، الطلبة ينتقلون الأحياء الأخرى من البلدة، البلدة التي تقع يعني على يمين الشاشة، هي بلدة كبيرة قرابة 15 ألف مواطن يسكنون في هذه البلدة، ولكن هذا الحي يعتبر مع وجود المدارس فيه في هذه المنطقة يعتبر من الأحياء المهمة والاستراتيجية التي تتطلب يعني حرصا كبيرا من قبل الأهالي. لكن المهم واللافت هنا إلى أن هذا الشارع كما تلاحظون فاصل متواصل، لا يستطيع المواطنون التنقل من الأحياء الجنوبية للبلدة إلى هذا الحي الشمالي. شرطة الاحتلال تفرض غرامات باهظة على المواطنين، تقوم بعمل حواجز وتوقف حركة تنقل المواطنين. هذا الشارع ليس فقط للمستوطنين، إنما هذا الشارع يتم استخدامه من قبل وشارع يربط ما بين المحافظتين بيت لحم والخليل أيضا مع المحافظات الشمالية القدس ورام الله، وهذا شارع مهم وحيوي استراتيجي. لكن الاحتلال يمنع أي تطوير على هذا الشارع بغية حماية المستوطنين، ويعني يمنع إقامة جسور هنا، خط للمشاة للطلبة للمواطنين، وأيضا يضيق أي عملية بنية تحتية جديدة من أجل تواصل المواطنين ما بين هذا الحي وأحياء البلدة الأخرى. محمد أيضا يعني بالقرب من وتقوع وعلى مسافة قريبة من هنا المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال ما زالوا يشقون طرق استيطانية في منطقتي خليل اللوز وخلة النحلة من أجل توسيع دائرة رقعة الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من أجل إقامة بؤرة استيطانية جديدة تسمى قبعات هيتام. هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت قبل قرابة الشهر فيها خيمة للمستوطنين، ومن ثم شرع المستوطنون بعملية شق طرق للإحاطة على المزيد من الأراضي من أجل توسيع المخطط وتمهيدا لبناء 1700 وحدة استيطانية على قرابة 3000. يعني هذا هو النهج الذي يواصله الاحتلال والمستوطنين الوقع. هاني بالتأكيد هذا هو نهج التواصل، لكن هو الصمود والثبات للمواطنين الذي سيتصدى لكل مثل هذه المخططات. نعم. أشكرك جزيلا زميل هاني فنون، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. ويعني كل هذه الإجراءات أيضا تأتي في سياقات تحريضية متواصلة في إطار حملات انتخابية كما يجري في البلدات المشتركة كالناصرة وعكا وحيفا ويافا وغيرها. للتفصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا من الناصرة زميلتنا من هناك سلام مشرقي. أهلا بك سلام، تطلعين على التفاصيل أدق وأوضح فيما يتعلق بهذا الموضوع، تفضلي. نعم أهلا بك وبكافة المشاهدين، انضم إليكم من مدينة طمرة في منطقة الجليل داخل الخط الأخضر، ونحن في فترة ساخنة جدا هنا في البلدات العربية المختلطة واليهودية أيضا، فترة انتخابات السلطات المحلية التي تأتي مرة في الخمس سنوات وهي تصادف 30 من تشرين الأول يوم الثلاثاء المقبل. وطبعا الحملات الانتخابية المقولات الانتخابية ترتفع في هذه الفترة تحديدا ونحن في أوجها، وترتفع أيضا وتطوب في هموم المواطن وما يتطلبه المواطن، ونرى في البلدات العربية البلدات المختلطة أن هموم المواطن اليهودي يعني تنحسر في المواطنين العرب ووجود المواطنين العرب في المدن المختلطة التي يحاربها التيار اليميني ويحارب وجود العرب هناك في هذه البلدات من خلال الحملات الانتخابية والشعارات التي قام بنشرها وبالقيام عليها في البلدات المختلطة مثل اللد الرملي وأيضا مدينة يافا. ونتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي السيد نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية. أهلا بك سيد نضال. إذا عندما نتحدث حول الحملات التحريضية التي شهدناها في المدن المختلطة، عن أي مدن وبلدات نتحدث وما أبرز العناوين التي قيلت في هذه الحملات؟ يعني غالبا هي بالبلدات المختلطة تل أبيب يافا حتى في كرميئيل كانت هناك، في نتسات أليت ما فيش هاي سنة في مرشح واحد في المدينة، ولكن تل أبيب يافا الرملي الليد في هاي المدن المختلطة بالأساس في هناك تحريض. في حيفا كان هناك تحريض بشكل أو بآخر مبطن ومباشر. في البلدات المختلطة بالأساس تكثر حملات التحريض التي يريد من خلالها عمليا المرشحون لعضويات البلدية أو البلديات أو رئاسة البلديات المختلطة بالتحريض ضد المواطنين العرب بالأساس، حتى يكسبوا صوت الشارع اليميني أكثر، حتى يتنافسوا بيناتهم على صوت الشارع اليميني. أي مقولات من شاهد، يعني ماذا تقول هذه اللافتات المحرضة ضد العرب؟
يعني بيافا تل أبيب بنحكى على إحنا ولا هني، كل موضوع إنه إذا عمليا بتستمر هيك الحياة وبنعطي إمكانية لعرب يافا إن نسيب تحريض ضد عرب يافا نفسه بشكل مباشر. في كرمائيل كمان كان تحريض من قبل مرشح اللي بتيح إمكانية عمليا اللي بيحرض بشكل مباشر ضد القائمة العربية اللي موجودة أو العربية اليهودية اللي موجودة في كرمائيل. هذا التحريض كمان في العفولي كان في تحريض ضد رئيس البلدية اليهودي اللي موجود إسا، تحريض على أساس أنه بيتيح إمكانية لعرب يسكنوا في مدينة العفولي. عمليا هذا التحريض هو يطال العرب ويطال أيضا اليهود المستعدين للشراكة أو ما عندهم إشكالية مع وجود العرب في بلداتهم المختلطة، وبالتالي كسب أصوات اليمين والتنافس ما بين المرشحين من قبل الموجودين في مساحة اليمين على أصوات اليمين نفسه. يعني هاي الحملات بعد منها هو غير مسبوق بصراحته وبوضوحه وبندائه بشكل واضح جدا ضد العرب، كيف بالإمكان ربط يعني قانون دولة القومية الذي يشرع مثل هذه المقولات وما نراه اليوم بالشارع بشكل علني؟ صحيح، كما قلنا بالسابق موضوع التحريض هو دائم موجود وفق السياسات لكسب أصوات اليمين في انتخابات الكنيسة وأصوات وانتخابات السلطات المحلية. أيضا موضوع قانون القومية عمليا يعطي الصبغة القانونية الشرعية لموضوع أنه إمكانية هذا التحريض، شرعنة هذا التحريض من قبل قيادات سياسية محلية وغيرها اللي بيشوفوا تحريض القيادات السياسية القطرية. إمكانيات الحد من هذا التحريض قائمة قانونيا، ولكن على أرض الواقع عندما مثلا فيما يخص القضية في تل أبيب يافا تقدمنا في التماس للجنة الانتخابات المركزية وتم إزالة عمليا الحملة الانتخابية، ولكن منفوذها يعني مفعولها كان استنفذ بشكل أو بآخر، بكفي نزلوا الحملة كم من يوم يكون فيها تحريض، وبالتالي بعد ما ننزلها بيكون صار مفعولها والنشر حواليها بيكون صار ماخذ مفعوله. بالتالي ما نستطيع أن نعمله نحن المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق الإنسان، هو متابعة هذا التحريض بشكل قانوني، وباليد الأخرى العمل على أجواء جماهيرية تختلف تحاول أن تواجه التحريض بخلق شراكات مختلفة إن كان في البلدات المختلطة وإن كان في أماكن أخرى. شكرا لك السيد نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية. إذا مشاهدينا شكرا، إذا مشاهدينا كنا مع هذه التغطية المباشرة من مدينة طمرة في الجليل حول الحملات التحريضية، تصدي طبعا قانوني من قبل المؤسسات القانونية لمثل هذه الحملات. نعم. التي بالطبع أخذت الشرعية. نعم. كل الشرعية بالتأكيد من قانون. سلام ويعني شكرا جزيلا لك ولضيفك على هذا التوضيح، أشكرك جزيلا، وأذهب مباشرة إلى محافظة الفيت ومعي من هناك الزميل محمد اشتيي لآخر تطورات الوضع في المحافظة. محمد إليك، تفضل. مرحبا زميلي محمد وبالسادة المشاهدين. على الاحتلال أطلق العنان لمستوطنيه في أراضي محافظة سلفيت، حيث تجري عمليات توسع غير مسبوقة في أكثر من 24 مستوطنة. اليوم كنا في بلدة بروقين حيث التغول الاستيطاني على حساب أراضيها لتوسعت مستوطنة بروقين من الجهة الشمالية للبلدة، طبعا يرافق عمليات التجريف، عمليات اقتلاع لأشجار الزيتون. ونشير زميلي محمد إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع لتدمير حل الدولتين في ظل عمليات الاستيطان الواسعة التي تشهدها محافظة سلفيت. بلدة بروقين نموذج حي لما تتعرض له المحافظة من عمليات ومن هجمة استيطانية، 4 مناطق صناعية ومحميات طبيعية وعدد كبير من المستوطنات لا يتوقف العمل بها، وكل ذلك على حساب أراضي المواطنين والتضييق عليهم خاصة فيما يتعلق بالبناء في مناطق المسماتشي. شكرا جزيلا لك محمد شتيي مراسلنا من محافظة سلفيت، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام كنا معكم في جولة مع مراسلنا في مختلف المحافظات، اطلعنا من خلالها على أبرز انتهاكات الاحتلال وكذلك الفعاليات التي يقوم بها يعني مسؤولون في مختلف المجالات. شكرا لمتابعتكم في هذه الحلقة من برنامج مراسلنا في الميدان، أشكر الزميل محمد غديمات من الإخراج وأحمد الرفاعي من المتابعة.
متابعتي والتنسيق، ولكم محبتي الدائمة. محمد الصنوري، إلى اللقاء.